في انتظار دائما المزيد من التصريحات والمزيد من ردود الفعل من لاعبي الفريق الوطني بعد نهاية مباراة أمام منتخب بنما بالانتصار 6 أهداف مقابل 3. معنا سفيان بوريط. سفيان سمحنا طولنا عليك شوية. هنيئا واحد من لاعبي الخبرة، كنتسناو الظهور ديالك بفارغ الصبر إن شاء الله أمام منتخب البرتغال. عندنا كامل الثقة فيكم أنت كرجل خبرة، كيف شفتي اليوم الجمهور بالرغم من التأهل 6 نقاط فوز في مباراتين، الجمهور مابقاش كيقنع معكم؟ صراحة كما قلتي أهم حاجة هي التأهل الدور الثاني، ما فايت سبق المنتخب الوطني أنه ربح في مباراتين متتاليتين. الحمد لله قبل ما نلعبوا المقابلة الثالثة ضمننا التأهل. نقدروا ما نكونوش عند حسن ظن الجماهير لأنهم ولفونا أننا كنسجلوا بزاف الأهداف، ولكن خاص كل شيء يعرف بأن المنتخب بنامي ما عنده ما يخسر، ديجا خسر المباراة الأولى ألوغ لعب جميع الأوراق ديالو في هذه المقابلة. كانوا بعض الأخطاء من عندنا كلاعبين، كنظن أننا خاصنا نحسنوا من المستوى ديالنا ان شاء الله، خصوصا في مونطالمون لانه الدراري بحال في الشوط الثاني بداو كيعياو شويه، ولكن هذه ماشي اعذار ماشي اسباب لان تخلينا ما نكونوش في احسن مستوى ديالنا. ان شاء الله باذن الله نحاولوا نصحوا الاخطاء ديالنا، وفي المقابله الثالثه اللي غتكون حاسمه مع البرتغال نديروا اللي في جهدنا، ولما لا ندوزوا حنا الاولين ان شاء الله باذن الله.